نروح بقى للأستاذ أحمد السيد في النادي الأهلي ونقول له نص البيان إيه، وهل ما قلناه سليم ولا خطأ. سريعا يا أستاذ أحمد اتفضل. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل متابعينك. اهلا بيك يا ابو حميد. سمعت اللي انا قلته يا ابو حميد؟ سمعته وما فيهوش كلمه غلط. يمكن ده الخلاصه زي ما حضرتك قلت، فايلر لم يهرب، الاهلي عامل عقد محترم، الاهلي عنده شروط قانونيه محترمه، بالمناسبه الاهلي استعان بمحامي سويسري في صياغه هذا العقد، الاهلي شروطه القانونيه واضحه جدا، واحنا اتكلمنا في التفاصيل وحضرتك وضحت الامور. فايلر عايز يسافر يعني بعد مباراة الكاس، الاهلي بيقول له سافر دلوقتي ونجيب لك طيارة خاصة او على الاقل على نفقة النادي او تستقدم اسرتك هنا، اكتب تعهد كتابي علشان تستكمل الموسم وتكمل دوري ابطال افريقيا وكاس مصر. البند او العقد بيتيح للطرفين من 1/10 ل 10/10 ان يكون في حرية لفسخ التعاقد بالتراضي، وده كان من المفترض نهاية الموسم ويتم التفكير في الموسم القادم. ده كله يعني امر بيحمي للطرفين بعد انتشار فيروس كورونا بسبب الاحداث الجارية، فطرفين كانوا اتفقا ان من 1/10 ل 10/10 تبقى مهله وفرصه ان اي طرف من حقه يقول للطرف الثاني شكرا. الاهلي ممكن يقول لفايلر شكرا لو كان لم يوفق في البطوله الافريقيه، فايلر لو ما كانش مرتاح او في ظروف بتضايقه يقدر يقول للنادي الاهلي شكرا، فده حق مفهوم للطرفين. الوضع دلوقتي حاليا مستر فايلر مكمل، مستر فايلر موجود في النادي الاهلي، عنده مباراه يوم السبت مع طنطا. النادي الاهلي نفى جمله وتفصيلا كل الشائعات اللي هدفها هدم النادي الاهلي وهدفها ضرب استقرار النادي الاهلي. يمكن المحادثات مستمره، في تفاوض، والاهلي عرض على مستر فايلر شروطه ومقترحاته زي ما حضرتك قلت. الكوره دلوقتي في ملعب مستر فايلر، هيرد ويقول ويرد على النادي الاهلي، وده اللي اكده بالمناسبه الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، واللي لسه منذ دقائق واحنا بنتكلم مع حضرتك طلع واتكلم في تصريحات قال نصا ان فايلر مدير فني ناجح عمل اداء عظيم. هو قال انه سعيد بالتعاون مع النادي الاهلي والنادي الاهلي سعيد بالتعاون مع رجل مثل فايلر. هو قال ان كان في مشكله اثيرت بسبب فيروس كورونا، لكن الاهلي عنده قدره كبيره على صياغه العقود وتم التواصل والاتفاق مع فايلر، لكن خرجت الكثير من الشائعات عن فايلر وسفره وعودته والشرط الجزائي، لكن في الاخر النادي الاهلي عقوده واضحه وبيحترم تعاقداته وبيحترم مستر فايلر. المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي قال على جماهير الاهلي الا تلتفت لاي نوع من انواع الشائعات اللي بتهدف لضرب استقرار الفريق، كل دي امور داخليه النادي الاهلي بيناقشها مع المدرب، ما فيش اي يعني كل ما يطرح في وسائل الاعلام الاهلي بيرفضه بشده، وكل الاسماء اللي طرحت سواء من مديرين فنيين غير صحيحة، لكن الاهلي عنده بلان بي وبلان سي وجاهز لكل الحلول، ولما يكون في قرار النادي الاهلي وحده هو اللي هيعلنه. ده قرار او كلام المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الاهلي. طيب. ده كان بعد ما الاهلي طلع بيان ايضا، كان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال ان لم يصدر اي قرارات او بيانات بتخص قطاع الكره، لان زي ما حضرتك تعلم كان في بيان تم تداوله على السوشيال ميديا تم تهريبه من كتائب الكترونيه مدفوعه الاجر اللي قالت ان الاهلي خلاص فايلر استقال واقال وهرب ومشي وشرط جزائي، والاهلي شرط جزائي لا يحميه، وتقال كلام عجيب كده، لكن الاهلي نفى هذا الامر تماما عن طريق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. طيب الاجمل من ده كله في عبد الناصر، انا هستوقفك بس عند ده قبل ما اخد معاك باقي التفاصيل واروح الى بيان الاهلي والذي خرج من البيت الكبير مع الكابتن هاني رمزي، نسمعه علشان خاطر نكمل ونعلق عليها عشان الناس تعرف احنا ما بنضحكش على حد. ما بص دايما وابدا، الشمام عايزك شمام، والسكري عايزك سكري، واللي بياخد في الامبولة عايزك تاخد معاه، والدبلة عايزك دبلة، والمكفي عايزك مكفي، لكن الأمور يا جماعة النادي العظيم الزمالك مش طرف في الموضوع، ولكن كتائبه الألكترونية وجرابيعه يريدون أن يثبتوا كل ما أوتي من قوة أن الفشل مش عندهم، الكل فاشل بدل هم فشلة. يا جماعة الخير، الأهلي لا يدخل مكانه هارب ولا يستدعي إنسان لفظته الجماهير،
والاهلي مش هو اللي هيستنى واحد سرق علبة حلاوة زي ما قال رئيس النادي يرجع تاني بعلبة الحلاوة ومعاها 5 كيلو مشبك. عيب، احنا بنقول الحقيقة واللي مش عاجبه يروي يخبط دماغه في الحيط. لا الزمالك طرف معانا ولا جمهور الزمالك العظيم طرف معانا، ولكن احنا بنثبت الفرق ما بين ادارتين. النهاردة ظهور الاهلي وانه هناك شرط جزائي 6 اشهر ب1,100,000 دولار، يعني 18 مليون مصري مستحقين بعد 10/10، وان هناك فترة سماح من 1/10/10/10 يدل على ان اللي صاغ العقد معلم، ولو ما كانش معلم كان زمانه النهارده في حزب بيص. طب هتقول لي لا، طب ما هو مش معلم عشان فايلر كان ممكن ينتهي في اي وقت. ما هو الاهلي لما صاغ العقد كان عنده التواريخ القديمه ان الموسم هينتهي في التاريخ ده، فقال لك يا عم هو حر، لو جاله عقد يمشي ولو اخفق معانا انا مشي. فهنا العقد كان واضح وصياغته محترمه، لكن انت عايز تبين انك انت فاشل والباقي فاشل زيك. ده عند امك، لا مؤاخذه يعني، ده عند امك يا ظلم ضحي مصر قاعد يديهم تعليمات. ما هو الواد الشمام ولده قال لك ايه؟ قال لك احنا بنشغل الكتائب الالكترونيه توجه الراي العام كما نريد، وبيدفعوا لده 500,000-600,000 جنيه في الشهر. وفي الاخر يقول لك ايه؟ الاهلي اللي بيدفع وهو اللي بيدفع، الاهلي بيشتمنا وهو اللي بيشتم، الاهلي فاشل وهو الفاشل. اوعى تخلي شويه الجرابيع خدامين الزلمطحي يخلوك تنسى الحق والحقيقه. اللي انا بقوله لك ده في اعلاميين كتير خايفه تقوله، لكن احنا بنقوله رزقنا على الله. انت الفاشل الوحيد يا زلمطحي. اسمع معايا البيان عشان ناخد نعلق عليها. انت اللي خدت في الامبوله وحدك، انت اللي خدت في الامبوله وحدك، انت اللي خدت في الاهلي ما عندوش علب حلاوه عشان يمشي بيها فايلر. الاهلي ما عندوش علب حلاوه عشان يمشي فيها فايلر، الاهلي عنده حقود. مش الاهلي العظيم احد اهم انديه العالم اللي يهرب من عنده مدير فني؟ ولو حصل كده يمشي الخطيب ومجلسه. انا عارف بقول لك ايه، لكن النهارده انا كنت بستغرب ايه الصمت ده يا جماعه؟ حاطين في بطنهم بطيخة صيفي. كل ما اكلم عضو مجلس اداره يقول لي يا عم سيب اللي يقول يقول، احنا بنود العقد بتاعتنا واضحه، احنا يا بين اللي نمشي محدش يمشي من عندنا، ولو عايز يمشي مع السلامه، احنا عندنا رجالتنا وعندنا بدايلنا وعندنا خططنا. لكن الامبوله بتحرق المكفي، فكل ما ياخد في الامبوله يقول لك ايه؟ كله زي انت المكفي الوحيد وانت الدبلة الوحيد. يا صفيحة مش كله زيك يا صفيحة. اسمع يا معلم. ايه يا سلام، ايه الاخبار؟ اسمع معلش انا لسه واصلة دلوقتي عند ماما، نسيت الحاجة. اهلا بحضراتكم مرة تانية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب طلع ببيان بيشكر فيه خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية اللي طبعا بادرت بتهنئة النادي الأهلي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة طبعا زي ما قلنا أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد طبعا من الأندية الشقيقة. بهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة كمان لجماهير النادي الأهلي الغفيرة، مؤكد على اعتزازه بدور الجماهير الكبيرة كقوة داعمة في كل زمان ومكان، وناشدها بالحرص الدائم على الالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس ودعم جهود الدولة، والتعاون طبعا مع مؤسساتها الوطنية اللي عمرها ما ادخرت مجهود من أجل المصلحة العليا للبلاد. أكد كمان مجلس الإدارة على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، لن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها في الوقت اللي فعلا بتتكاتف فيه الجميع وتكاتف الجميع، وتبقى جماهير النادي الأهلي دائما الحصن الداعم للنادي والوطن. ده طبعا كان بيان أصدره مجلس بيان رسمي صادر من مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب الأهلي بيهني جماهيره زي ما قلنا وبيؤكد على دعمه أو دعمها للوطن ومؤسساتها وبيرفض الدعوات الهدامة. دعوات
ده كان بيان مختصر، لا تنظر للشائعات وشكرا يا عم الفانتينو. طبعا عيموت، هو مفيش فرش من الفيفا قال له ازيك. الفانتينو بيهني الاهلي على مجمل بطولاته بما فيها حتى كرة الصالات، وعلشان كده الاهلي طلع البيان مقتضب وفيه خمس حاجات: شكر لجماهير النادي الاهلي العظيمة، نمرة اتنين شكر لألفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا، شكر لمن يتحرى الدقة ولا ينشر الإشاعات، تحذير من الناس اللي بتعمل دعاوى هدامة، التأكيد على أن ليس هناك أي أخبار رسمية صدرت من النادي الأهلي بشأن أي موضوع بما فيها فيلر.